عمار مش موصولين بالعين. I speak English 50-50. ايه ده؟ بودرة على كل وجه. شو خاص السبراي؟ راح البنطلون. بنطلوني هم راح. حبيت بصراوية مو سمرة حنتاوية، الشامل بخدها تموت والمشية بغدادية. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. دقيقة ما بلشنا، بدنا نحضر. لا انا بلشت بس والله ما عدني دا احضر للفيديو. جي مابيل ريم جي سوي مالادو. شنو يعني؟ يعني انا سافتي فرنسية. شلونكم يا جماعة؟ شكم معكم والله مشتاقين. خليني افسر الوضع، بعتقد في شيء كتير. ليش طلع مثل الديج؟ بس والله يعني الديج يكون راسه هيج سبايكي. قبل ما تكمل محاوطة في اني بس اقول لهم شغلة، اني شكلي هيك لانه اليوم عمار حيعمل لي شنهاو. هلا تحدي المكياج. اليوم راح اسوي ميك اب مع ريم، راح اسوي ميك اب اخت الكذب، وتعرفوا ايش راح يصير بعد هذا التحدي؟ راح تطلع بيه الميك اب راح اسوي ريم، راح لازم تطلع بيه برا. اسمع افسر لك. انا مبين علي بنت اصل وبنت ذوق، حتى اغراضي $1 كلياتهم، ما عندي شيء غالي غير هي حقها $700 يعني. بس انسى يا فوفي، هاي 700 يعني هيك شيء جاب الوصل. الى 4 سنين عندي نحل ان شاء الله تكون بعدها بتمكيج اصلا. فمن هيك شكلي هيج مثل الديج. وحنظهر حاظهر تكره معاكم حنظهر. بس قديم الزمان كان يا مكان سوينا هذا الفيديو، فهسه راح اسويه وراح تكون طاقه جديده. وهسه اكيد انا متعلم الميك اب بطريقه، يعني هسه مثلا عندنا كم يلا هيرنا وجهزنا وخلصنا. بلش ابلش؟ لا خلص زغري بلش. الله راح اطلعش مثل القمر. بسم الله. لا تاخذني تروقت فتف ريحه توم هلا بوجهك بس ما عاد. بعد اليوتيوب بيغمى عليك. يلا بلش بالفونداتا. شنو؟ فونداتا. فونديشن. فونديشن يعني هذا؟ لا هذا الفونديشن. فونديشن هو هذا؟ باودر؟ فونديشن مثل باودر. هذا؟ ايه. A few moments later. مكتوب فونديشن. انت بدك هيدا اللون؟ هيدا اللون بدك اياه؟ هذا اللون. هيدا اللون ما بيناسبني. حط محل $1000. خذ فوندي فرشيت الفونداتا. مأكد بدك هيدا الفونديشن؟ ايه متأكد، بس شو تريدي عوفيني؟ في غيره بيلبق لي أكثر. لا بيلوك لك هذا أحسن. شنو الطار؟ ما صار راح البنطلون. بنطلوني هم راح. يلا خلاص عوفي. قام يطلع لي مي وما اعرف شنو، عبالك مسبح. هلا عادة اذا بدك هيدا. هسه دعوا فيه. دير وجهك. هيك نحتاج لبعض فونديشن صح؟ اشبيش شعراتي. لا قصتك لك شعراتي. والله عوالك صبغ ما شعر. ليش يا خشمش يابس؟ خلص الفونديشن. تخبلين سطرين تموتين. خلص الفونديشن مأكد؟ يا عسل لو جاي فد ميك اب باي احمد، ميك اب باي هاد، كنتي ما تقولين هيج. بس ليه ميك اب باي عمار قلبه وجهك؟ رقم 2 شنو؟ كونسيلر. هو صح؟ شو هذا كونسيلر؟ لا وين مكتوب كونسيلر؟ اقرا. A few moments later. عبالك شو اسمه كاكتوس؟ كونسيلر بنحط تحت العين. اي كفر. اوكي زد عيونك. عمود يوخر هذا السواد جوا العين صح؟
بدل العمليات وخرابيط متعايد ديري كافي فيكتوريا سيكريت زي رقم 2 3 انت ما بدك تكمل شيء خلاص خلص مرحله الكونسيلر اي والله خلاص خلاص اي والله متأكد اي متأكد 100% طيب بتحط بودره فوق الكونسيلر هاي البودره صح هاي كمان تحت الكونسيلر مش بده يطلع راح يطلع ميك اب خلاص والله شنو الثالث ترجع بتحط لي بودره على كل وجهه شوفي نفسك شلون طالعه اميره بلشت انا عزم شو تريدين بنانا كراميل شوكليت لو سينامون والله لو منك اسوي ميكس اسوي نص بنانا ونص سينامون واخلي شويه فوق الكراميل شو هديت وراح تصير تسوي ميكس لا شو الصفرة البنانا هذا موز وين بدي احطه وجهك تعال حبيبة قلبي الله حسي حسي بالجمال حسي هو الجمال كله احساس يعني مو الا واحد يطلع يعني مثلا عمليات بودل صار لوجهك يجي علي وانا اسوي موز تفاح نعناع اي شيء يريده بعد كونتور باودر عملني سمره ما بعرف خلي خلي شويه شوكليت هذا يصير موز ونستل بعد شو تريدي شوفي شوفي اللوجو مبين يعني ديره وين جاي كسر لي وجهي بس عبالك وحده خجوله يعني زين يلا على الثاني لك حط لي بودره على كل وجهي بودره تسمرني كلنا مش هيك انت بتعرف بالعربي شو بدي احكي ايه بدي بودرة على كل وجهي شو خاص السبراي هي مش بودرة وين بودرة هاي او هي كسرتي عندك ستة عملت على شو هذا بروفيسور مال ميك اب دقيقة راح اسويش فد يعني فد الوان يعني اذا تروحين فد عرس عبالهم العرس مالك اصبغي صبغة اختي كذي او ماي جاد يو لوك سو جود سوي لي عيوني تريدين اي لاينر قبل اي لاينر بتحط لي اي شادو حياتي يا ولا اي شادو دعت 700 دولار زين هذا ب 700 دولار راح اسويك قبرص اليوم تبي ما تقرب لي على الموشه اوكي شو ليش تحت لعب له فوق العين قولي والله 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 عامل جبل هاي فوق العين بس ما تقرب على الموشه عشان يهره زين راح اقرب دير وجهك لازم فوق العين فوق العين مش تحته ما اعرف بس ما اقدر خلاص بلشت انه اقعد فوق العين تسد عيونك شو تسوي مش الموشه تمام خلاص لا والله ترى مويش القصة ترى جرى عمل حويجبة هيج زين سوري صوت الغسالة عم غسل زين يلا قولي حويجبة يا هي يا هو بالحواجب حويجبة وين بتلاقي براون طلع هيك قرب شوف وين في براون وينك يا براون وينه مش عارفة انكلها دوقة ريحتها دوق هذا؟ لا هذا؟ ايه بس تكون ايدك خفيفة اذا ايدك تقيلة بيطلع كتير غامق غالي هذا بعد ضايلني السنة سنة؟ خلاص دقيقة ورا هذا الاي لاينر راح تطلع شغلة مضبوطة هذا ميك اب كليوباترا تعرفي منو كليوباترا؟ ايه
تعرفين شنو كانت كليوباترا؟ ايه كانت تعب بالارهام، خلعت لي راسي بايدك. والله يعني واحد ما يقدر يزيد يجوع. عمار مش موصلين بالعين. اوصلهم؟ اسوي لهم خط يعني؟ هدا الايلان انا بحطه على راسي هون، ما بحطه بكون موصول بعيني بظهره. زين دقيقة. خلاص بعد هذا الايلاينر شغله خلاص. دقيقة هاي الحمرة؟ هاي حمرة، اوف راح اسوي لك حمرة. حتى الغسالة عم تنتحر سمعينا؟ سدي حلقك. لا شوف فيهم قرب على الكاميرا شوي. خلصت؟ لا دقيقة انتي بعد وين واحنا وين خلصنا؟ عيب عليش تقولين خلصنا من هسه. هاي كلها؟ خليش ريحة على وجهك دقيقة. ريحة؟ سدي عيونك. هاي ريحة عمي. ايلاينر؟ ايلاينر. شو هول تحت عيني؟ هاي عم بتسود والحين لا يبين. عوفي الكاميرا رجعيها بعدنا ما خلصنا. خلصت التحدي خلص وهاي الريزولت. تارا ريم هسه راح تدخل محل وتشتري قهوة منه. زين ريم؟ زين يلا نطلع. شنو احساسك شنو يهمك انا طلعت من العمارة؟ انت مسحة بلا احساس. ريم لكو عالم برا. ريم قاعدين ويا تشيل ببالتهم والله. ريم والله لكو عالم برا والله. اذا هذا الطريق. ما بدي طريق ثاني انا هون فيش حدا. وين احنا حاليا ريم؟ الفضاء. شنو؟ بالفضاء. هسه احنا بالفضاء؟ ايه. يلا. بس شكلك يعني لما تمشي شوية عصبية. ايه مستعجلة. عقلك الباب انكسر. وين موديتنا اليوم؟ رح بقطك قهوة. رح تبقطيني قهوة؟ هاي الثقة بالنفس شلون واحد يجيبها يعني؟ تبعت طلب. امالي بيردوا عليك. الله كسر الباب شكرا يا مونا ليزا خليتيني ندخل بالسياره وياك. اهلا وسهلا تفضل. اكيد مش ريم 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 اكيد مش عارف كيف. الله عليك والله ريم راحت المرايه مبين دايره مالك. هاي انصدم الرجال والله انصدم. حط شاط. شاط شنو يعني؟ شاط يلففك حطه. كم يسلم؟ وقف انت جاي موناليزا. ايش ما حدا يوقف لك؟ احنا مش عارفين من قاعد بالسياره. هذا لوين؟ على الكبش. انا حره مش عاجبك امشي ماشي. عبالك شو اسمه راكبين طيارة مو سيارة. هاي شنو بدك توزعين باصات؟ عاد الباص اليوم بلاش. بس اليوم؟ راح أقوم مصاري. مو راحة نفسية المكياج مالي؟ بلا شكرا على المنشن. حبيت. زيارة راح نروح بيها. هذا أخونا شو بدك تسلم علي؟ كم يضحك. أنت قامك تمرق؟ لا إله إلا الله. اركض من منظري ركض. ريم خلاص البنزين مال السيارة. عادي بتعبي عشان مجوز انا يعني. مو سامرة حنطاوي الشامل بخذها تموت والمشي بغضاضي. ديت ديلك قربة اخبطلك السيارة. الله عادي يقول. هلو هلو هلو، I speak English 50-50. يا ما بدي بسلام.
One coffee and one water, please. Yes, that's it. That's it. Thank you so much. Okay, now. Hello. Hey, bro, sir. اتفضل شنو هذا شنقت هذا واتي كده برور ديت شن دي اسمي ديت انت لانا ديت انسكت نو ديت انسكت برور يا ميك اب ارتست تاك سو ميك برور بودي فيل كل انستغرام وين الكوفي بتاعي هي يلا رين سمينك سلام برو نسيت برايس تاك سمكه هذا برايس انت ما طلبت شيء بلا وينه ماي لانه اشد ضغط هذا صدمي صدمي الرجال نفس الرجال خرب بيتك شو مترمه لو حاطين الارم مش هيك هاي ليش داخلين بالكاميرا؟ ميرسي على اللايك، حطوا كومنت، حطوا لايك. إذا عندكم على البيت، حطوا لايك وكومنت وافعلوا الجرس. قولوا لي ليش قريبة اعملوا سبسكرايب، يعني اشتركوا بالقناة. حبايبي إذا حبيتوا الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ترينغ. ونشوفكم بفيديو جديد. جايك الدور يا عمار. باي باي.